السلام عليكم ورحمة الله، كديرين؟ بخير؟ صيفتوا شي حاجة العيد ولا مازال؟ مهم، مرحبا بكم، وجودي الاقتراحات، مرحبا بالجميع، مرحبا بالناس اللي دخلوا انضموا للقناة جداد والقدام. القناة متنوعة فيها من كل فن طرب، مازال مع اقتراحات العيد، مهم بزاف الاقتراحات ما شاء الله. هذا هو سابع اقتراح هذه السنة، كنتمنى تجربوهم ان شاء الله وينالوا اعجابكم. حلوة دواز اتاي بسكوي لذيذ صحي، في بزاف مكونات زوينين لوليداتنا، العيد او مناسبه او المدرسه يديو معاهم او العمل. نخليكم مع الفيديو للاخر، وفرجه ممتعه كما كنقول لكم دائما، جربوا واخا غير شويه وما تخليوش راسكم بلاش. المهم اي نوع ولا بالطبع يعجبكم فيهم شي وحدين. المهم شوفوا الاقتراحات الاخرين في الاخر، غنخلي معكم جميع الاقتراحات والفيديوهات، راهم متابعين في القناة، اذا سهل عليكم باش تلقاوهم. اوديو العام اللي فات والاخرين راه مجموعين في بلاي ليست، اذا غديروا حلوة او دواز اتاي وغتلقاوهم في بلاي ليست كاملين. اذا نخليكم مع باقي الفيديو وفرجة ممتعة. نسيت ما فتحت شي وحده معكم، شوفوا تقرميشه بسم الله، ها نتوما باش تشوفوها كيفاش دايره. بسكوي دواز اتاي الوليدات، وندخلوا ليهم شي حاجه صحيه، اللوز والجلجلان و كاوكاو. اذا وصفه زوينه واقتصاديه وصحيه، شي حاجه زوينه. شاركت معكم هذه الاجواء ملي كنت كنستف في البلاطوات، المهم استفت معكم هنا غير جوج. كنحاولوا ما نديروش الاشكال اللي كيشبهوا لبعضياتهم او تاع الشوكولات حدا بعضهم، وهكا كيجي بلاطو زوين. المهم هنا جوج اختيارات، نبداو على بركه الله. هنا حتى بديت وكنت مشغوله قرب المغرب وقلت لا ولا بدا فيا ديك النغزه، خصني نشارك معكم كل شيء. البانيو درت فيه جوج بيضات، 180 مليلتر ديال الزيت او كاس ديال العنبه، العبار ديال كاس تاع العنبه، 100 غرام تاع السكر، انا كندير درت غير 80، نقص شويه من السكر، نتوما كتبغوا السكر ديروا 100، ملعقه كبيره ديال الزبده، نص كاس ديال هنا درت نص كاس تاع اللوز ونص كاس تاع الجلجلان ونص كاس ديال الكاوكاو، حمرتهم شي شويه وطحنتهم وزدتهم هنا على الخليط. هنا واحد الملعقه ديال الكاكاو، واخا ماشي المر، واخا غير ديال هذاك كيما كتقولوا لي ديال الحليب. خلطت هنايا المقادير، 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وزدت هذاك الخليط المكسرات، قلت لكم جوج بيضات، 180 مليلتر ديال الزيت، 100 غرام تاع السكر، ملعقه كبيره ديال الزبده، نص كاس تاع اللوز وجلجلان وكاوكاو، ملعقه ديال الكاكاو، و 8 غرام ديال الخميره. صافي، وضفت هنايا بقيت كنغربلت دقيق الارز، هو اللي كثرته بزاف، درت دقيق الارز وبقيت كنجمع في العجينه. ومن بعد هذاك الشيء اللي زدت في الاخير، هذاك اللي وريتكم هو شار ميكس بي بروت او براد، ما بقاش ديري لي ميكس بي. وصافي سرحتها هكا بالمدلك وقطعت. المهم نتوما اي شكل بغيتو ديروه ديروه، انا حاول ندير هكا على حساب بسكوي، بحال كيجي بحال البسكوي الوليدات. خلطت شويه بياض البيض مع الحليب وكندهنها صافي، وكنحط في اللاطا باش ما بغيتو تزينوها الفوق. انا درت هنايا الفستق، يمكن كيقولوا لي الفستق، اها. وصافي وخشيتها في الفران ملي كملتها كامله،
وهذا هو الشكل النهائية النهائي. كيجي بسكوي دواز اتاي كميه كثيره تبارك الله، وجا المذاق ديالو بحال الا فيه بحال ديال الخرطال او الشوفان. اذا شوفوا الكميه تبارك الله شحال كثيره، ديروا لوليداتكم دواز اتاي او يديوه معاه المدرسه او العمل او السفر، شي حاجه كتبقى طويله وكنلقاوها موجوده. اذا كنتمنى تجربوه ان شاء الله، سهلين. اذا اقتراح اخر، واخا قلت لكم صافي درت معكم 6 تشكيلات هذه المره، ولكن زدت هذا الشكل وسدلات لي ديال الهلال حتى هي صايبتها دابا. اذا كنتمنى انكم اللي عجبتكم ديروها او ديروا منهم كاملين شويه شويه وما تبقاوش بلاش، وخليوا لي في التعليق اش من شكيه اللي جربتو، اش من واخا البنات في البريفي راه صيفطوا ليا، بغيت البنات اللي متتبعات ديالي في القناه حتى هما يخبروني اشنو من شكل درتو، اشنو اللي عجبكم. اذا نخليكم بخير على خير، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسيت ما فتحت شي وحده معكم، شوفوا تقرميشه بسم الله، هانتوما شوفوها كيفاش دايره. بسكوي دواز اتاي الوليدات، وفندخلوا ليهم شي حاجه صحيه، اللوز والجلجلان و كاوكاو. اذا وصفه زوينه واقتصاديه وصحيه، شي حاجه زوينه. هذا هو الشكل النهائي ديالها، حلوه زوينه، معمول محبوبه الجماهير او الملايين كما كتشوفوا هانتوما تبارك الله، معلقه مقرمشه. انا درت على هذا الشكل المهم باش نغير الديكور، وحتى شويه مختلفه على الوصفه اللي كاينه في القناه. هالكميه اللي خرجت هي هذه. اذا كنتمنى هاد الاقتراحات ديال هاد السنه او الاقتراحات الاخرى اللي كاينين في القناه ينالوا اعجابكم وتجربوهم ان شاء الله، تفرحوا وليداتكم وعائله، ماشي غير حيت سيلياكيين راه ما نديروش حقنا او حق وليداتنا، شي واحد في العائله موجود الخير ما شاء الله، وبحاجه اقتصاديه مكونات بسيطه كنفرحوا حتى حنايا ونديروا حليوات متنوعين.